السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالمشاهدين الكرام في قناة أبو ياسر كاميرا العتمي الجديد في فيديو جديد. مرحبا بالجميع في الفيديو الجديد. إن شاء الله موضوع الفيديو إن شاء الله سيكون عن إحدى المواقع، نعم موقع زيادة الساعات والمتابعين في عديد المواقع مثل انستغرام وفيسبوك وتويتر و تيك توك وغير ذلك من المواقع المعروفة، الشبكة الانترنت النامية، نعم موقع جيد وجميل جدا كما سنشاهد في الفيديو. سندخل الى المتصفح مباشرة لنشاهد هذا الموقع، لكن قبل ان ندخل لا تنسوا لايك الفيديو ومشاركة القناة مع الأصدقاء لكي أستطيع أن أتيكم بالجديد دائما إن شاء الله. سأدخل إلى الموقع، نعم هذه هي قناة أبو ياسر جيمر. بالنسبة للفيديو الذي تكلمت عنه هنا في هذا الفيديو، الحصول بيع الحسابات من تيك توك وغير ذلك من مواقع معروفة، في وصف الفيديو ستجد على سبيل المثال. سندخل الى الفيديو لنشاهد الرابط، سيكون الفيديو مدقق بالتمام والكمام. بيبدأ يجيب لي شوية تفاصيل، يعني هنا مثلا يقول لي ان هكذا نوقف الفيديو ونأتي الى الوصف هنا. هذا هو الرابط اصدقائي، هذا هو الرابط مباشرة، ستدخل الى هذا الرابط وينبت معك هذا الموقع بهذا الشكل. هنا عديد الخدمات كما تشاهدين، الحسابات، التواصل الاجتماعي للبيع، قم بشراء، خصائص وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة مع المتابعين واعجابات والمشاركين كما تشاهدون. لكن اول مرة عندما تدخل الى الموقع ستدخل وتفتح الحساب الخاص بك كما تشاهد هكذا. وضع سأل أنا من قبل لقد فتحت حساب في هذا الموقع، تكتب الاسم هنا، الجيميل هنا، رقم الهاتف هنا، العنوان أيضا، تكتب هنا الدولة وتضغط على تحديث وينبت معك الموقع بهذا الشكل مسجل بالجيميل والمعلومات الخاصة بك. بعد تأتي إلى التصفح، نعم الموقع الرئيسي هنا، هنا خدمات عديدة أصدقائي، نعم خدمات عديدة هنا، ولكن الموقع فيه خص اثنان مواضيع. الموضوع الأول أنك تشتغل بإشتغال مدفوع وإشتغال غير مدفوع، أي إشتغال مجاني وإشتغال بالمقابل. هنا كما تشاهدون تيك توك، يوجد تيك توك وأيضا تويتر، فيسبوك، يوتيوب، تشتري ساعات حتى بالنسبة قنوات للبيع مجهزة ومفعلة للربح، وتيك توك أيضا، كل مواقع موجود في هذا الموقع أصدقائي بأثمنة رخيصة جدا كما تشاهدون هنا. نعم الوضع الشرح ستجده هنا عند هذا الشخص في هذا الفيديو. نعم نستمع قليلا. ان عدد المتابعين مثلا كذا، ان الكاتيجوري او الحاجه دي هي عن الميمز اللي هي الحاجات المضحكه والكلام ده كله، بيبدا يكتب لي كلمتين عن الشخص نفسه، تمام، ويبدا يجيب لي هنا الصور. يعني هنا مثلا هو حاطط صوره تقريبا فيها اناليتكس، تمام، هو هنا عامل زي ريبورت، يعني عامل، يعني هو عامل هنا سنشاهد المكان الذي يشرح فيه الموقع هنا. نعم والله موقع خرافي وجميل جدا اصدقائي. لمن الفيديو ده هو التيك توك، فلو ضغط اراد ان يشري ساعات او متابعين، موقع موثوق وجميل جدا. ضغطنا هنا على التيك توك، طبعا في فلتر من على الجنب تقدر ان انت تقول له انت عايز الناس، عايز الاكونتات اي اللي بيبيع من كذا لكذا. خلينا نشوف مثال سريع، يعني هنا مثلا ده بيبيع، طبعا هو ما بيجيبش اليوزر نيم كله طبعا،
بس يقول لك مثلا ده مثلا عارض ال 4000 14000 متابع مثلا ب 110، وده لسه منزل الكلام ده من 3 ايام بس، يعني كل يعني معظم الحاجات هتلاقوها جديده لسه، يعني الناس لسه منزله. ده مثلا حد منزل 200000 متابع بيبيعهم ب 1700 دولار. طبعا تقدر ان انت من هنا تختار الفلتر، يعني مثلا تقول ان انت انا عايزه على اساس البرايس مثلا اعلى من الاقل للارخص، مثلا من 100 دولار مثلا، خلينا نشوف مثلا هنا ده خمسه، موقع خرافي بيبيع دي. 5 مليون متابع على الانستجرام على تيك توك مثلا ب 45000 دولار، ده بيبيع 4 مليون بكذا. شايفين هتلاقوا نفس الكلام، يعني 30000 متابع بيبيعهم ب 280، 95 مثلا هنا مثلا، واحد بيبيع 16 ب 160، واحد بيبيع يعني تقريبا نص او ربع مليون ب 3500 دولار. زي ما قلت لكم موضوع حتى الانستجرام بقى عامل زي التيك توك. والله أصدقائي، موقع خرافي وجميل جدا. لمن أراد أن يشتري ساعات أو يشتري قناة أو يفعل متابعين في تيك توك، هذا موقع خرافي وجميل جدا. أعتقد أننا اقتربنا من نهاية هذا المقطع لكي يكون قصير ولا يكون ممل للمشاهدين الكرام. نعم، هي قناة أبو ياسر جيمر. مرحبا بالجميع، فعلوا مشاركة، وأيضا كان لك ملاحظة فاترك لنا في الفيديوهات في التعليق، وأنا تحت الإشارة أصدقائي ما تبخلوا علينا باللايك لكي نأتيكم بالجديد إن شاء الله. هذا هو موضوع الفيديو أصدقائي، الشرح الكامل في هذا الفيديو، شرح بالتفصيل في هذا الفيديو أصدقائي. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نلتقي في فيديو آخر. نراكم إن شاء الله على صحة وعافية دائما إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله